هكذا هي أجواء الناير بتيارت، حيث ينتشر الباعة بالأسواق لبيع مقتنيات هذه المناسبة، على رأسها ما يسمى بالمخلط، وهو خليط من الحلويات والمكسرات. التقاليد تاع العاب أنجد، عاب أنجد، عندنا هذا العام 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 نبيعوا المخلط، نديروا التمر الأبيض، نديروا الكرموس، نديروا الحلوى، نديروا الكاوكاو، نديروا الطعام واللحم، نديروا الطعام والدجاج، الشرشم. هذه تقاليد تاعنا. هذه عادة عندنا من بكري نتاع جدودنا. وراك شوية راني كنت نشري في المخلط. احنا نشرو كاع العام كيما كلش كاين، عادة تاع بكري ما نقطعوهاش. المخلط يوجه أصلا للفئات البسيطة في ظل غلاء بعض المواد المستعملة في هذه المناسبة. البندق والواخر نديرو وحدهم. وهذا الصوالح حنا نخلطو نتاع القليل، هذوك الصوالح غاليين نوزنو وحدهم، وهذوك الصوالح شويه رخاص انسان ايه واه يروح للقليل، بارك الله فيك، هذه صوالح القليل هي اللي ما تنتركش، فهمتني؟ النار كان بكري مليح، بارك الله غالب الحياه راه غاليه، اللوز غالي، كوكاو غالي، كلش غالي، الدجاج حتى الدجاج اللي كنا ناكلو ب 10,000 راه 55,000. مناسبة الناير تبقى تمثل نكهة خاصة للعائلات هنا، خاصة وأن أفرادها يجتمعون في ليلة الاحتفال. يديروا شرشم، يديروا دهان، يديروا كليلة، يخلطوها ونتلمدوا كاع اللي جار كاع ناكلوا مع بعضنا، واللي ما عندهش وماهوش بعيد علينا ثاني نعطوا له شوية. ميم لا فامي تلاين في هذيك الليلة وتفرح. بس ديال ابو ني كاتب كري كات الناس عارف تتبايش ودير واحد الصوالح يديروها حاجه زينه. الناير او العام كما يسمى هنا استبشار وتمني بموسم زراعي ناجح يعم الخير من خلاله على الجميع.